هلا والله وسهلا، كيف حالكم شخار؟ ان شاء الله اموركم زينه. اليوم بنسوي يعني ما ودي اتكلم كثير لانه بيطلع شيء بسيط جميل وبنفس الوقت يعني نقدر نقول تطوير للملفين، نوع من انواع، مو هو لا نوع من انواع. ف بنبدا وكذا على طول فرد العجين، شايفين الطريقة هذه من كذا خالصة عندي كاملة، نشيلها الله حصلنا هذه، راح نكمل حداه ناخذ المقاس حقها بالضبط كذا، بعدها الطريقه هذه عشان اتاكد ما حسنا ايوه هنا سكينه فوق حقها نجيبها هنا نحط ورق الزبدة فوقها كذا خلاص كذا. أنا معي الطريقة هذه، طب قالب نقلبها شايفين على الفرن شوفكم تشوفون البلندة اللي بالكريمة فكذا بسوي الحين بنزله على طول كيف نخفق بعد على طول نحطها في الملفيه شوفوا مرة جميل ما شاء الله تبارك الله. خلينا نقول بسم الله ونجربها. معليش شايفين؟ يا سلام بسم الله واو ما شاء الله كرمل جوا جميل مرة، معطي نكهة خرافية واو